أول 5 أسابيع على السريع. أولا حينما نتكلم على المالية الإسلامية لازم نفهمه، وهذا موضوع كنت مدرس في جامعة أستاذ حيدر جامعة خالد في فرنسا، والاهتمام اللي توليه الآن الدول الأوروبية يعني عجيب جدا حول المالية الإسلامية. التجربة بتاعي حبيت اختصرها بصفة يعني بسيطة. أول نقطة حينما تكلموا على المالية الإسلامية لازم تكلموا على الاقتصاد الإسلامي، هل الاقتصاد الإسلامي موجود ولا لا؟ هذه هي النقطة المهمة جدا، لأنه يعني إذا ما كانش مش موجود اقتصاد إسلامي مستحيل نتكلموا على المالية الإسلامية ولا الصرافة ولا التأمين. بالفعل الاقتصاد الإسلامي موجود، وهذا تجربة بسيطة بعد التحاور تاعي والمناقشات مع الأساتذة والدكاترة. الاقتصاد الإسلامي مرتكز على أساسين، قد يكون عدة أسس، تكون في عدة أسس، لكن اختصروها على أساسين. وراح نلقي عليكم الأساس لي دو فوندمون دو ليكونومي الإسلامي. Vous allez voir que c'est passionnant. حاجة من أروع ما يكون من هذا الأساسين اللي كتبوا يعني كتب دراسات تحليلات إلى ما على فيه. الأساس الأول الاقتصاد الإسلامي مبني على المال. المال مهم جدا، نتكلم يعني جو بار سو كونترول الدكتور سي عبد الرحمن. الأساس الأول هو المال. المال مال الله، والإنسان مستخلف به في لينتفع به لينفع الأمة بأكثر من ذلك. لاحظوا وهذا لازم نعطوها السطر في الجامعة حينما نتكلم عن النقطة هذه، لينتفع أمام يعني مع الأمة، لكن محاسب من طرف من؟ محاسب من طرف الأمة ومحاسب من طرف الله. سي لا فيرتيكال. اي سور سيت باز لا بوكو ديكري اون بار دو ليكونومي ايتيك اخلقت الاقتصاد. Aujourd'hui, dans toutes les universités, en Europe, au Canada, aux États-Unis, on parle de la morale, la moralisation de l'économie, la moralisation des opérations financières, la moralisation de l'acte et du comportement humain. مبدأ مهم جدا لأنه المحاسبة يعطينا un principe d'éthique. Tout à l'heure, si Ibn Arabi qui parle de la تأمينات et غير ذلك. في تكافل نعم، في جمع أموال نعم، في جمع أقساط تأمين غير ذلك. لكن الهدف الأساسي هو سي روند مورال لاكت دو ساشي كوز، مش تجلب المال وتستفيد به وتربح تعمل ارباح. لا، لا موراليتي لا برانس لو برانسيب فوندامونتال دو لاشورانس سي لا سوليداريتي والتكافل. اذا ما كانش في التكافل، لكن خلف التكافل كل عمليات الحوكمه لازم تكون عمليات صحيحه. هذا اللي يخليني نتكلم على مصطلح مهم جدا. بعض الاحيان لسوء الحظ هذا ولكن للتجاهل ولا لعدم علم ولا عدم يعني ثقافي لازم نسولوها في نطاق واسع. يقولوا لاسيغونس تكافل. سا سي اون ريدوندونس. سا سي با بون. باسكو التكافل هو مصطلح لازم يلغي لاسيغونس. سي كوم سي تيدي لاسيغونس. نو سا ماش با. لاسيغونس هو تأمين تقليدي كلاسيكي. والتكافل والتأمين بين قوسين، لكن هي عمليات حماية مطابقة للشريعة الإسلامية. سا سي تري تري امبورتون في المصطلحات. المصطلح الآخر هو بالنسبة للمفاهيم، أنه بالنسبة للتكافل هي عمليات حماية نعم، لكن حماية مختصة سبيسيفيك. سي بور سا كو دون سارتان ليجيسلاسيون اون بارل دو تمويل الإسلامي. مع انه انا متفق كليا ما دام في اقتصاد اسلامي راح يكون في تمويل اسلامي، حتى ولو وظفنا الاسلامي للعمليه التامينيه لا باس. لكن السؤال تاعي والتطبيق العمليه التطبيق تاعو والخطر على الدين تاعنا حينما نوظف الاسلامي لعمليات وحنا مختص يعني on a failli dans les opérations. Inéluctablement, donc c'est l'islam qui va être touché. Et ça, c'est bon. C'est pour cela que le législateur algérien, le fait d'utiliser alternatif, c'est pas bête. Mais que l'islam est bien. Mais l'utilisation du mot, le mot,
البديل الالتيرناتيف مهم على اساس انه الاسلام يبقى في موضع كنترول اون دوا كونترولي لي زوبيراسيون بالعمليات يعني بالاتصال مع العلماء تاعنا في الفقه الاسلامي على اساس انه يكون رقابه مش رقابه تقنيه اكثر من رقابه هي رقابه اخلاقيه للعمليات. المبدا الثاني الاقتصاد الاسلامي وهو مهم جدا هي اشكاليه استعمال النقد. Utilisation de la monnaie. La monnaie est un instrument de valeur, de valorisation. Il y a aussi le taqyim. Il y a un mot, le mafrouz, le naqd, la yakhlaq naqd. C'est un amali, معروف bien. Lakin, fil ishkaliye kadalik, hali, fil madi, l'ad Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kan fi izdiwajiyat al naqd. Ou kull l'umlat naqdiya, ils ont une valeur intrinsèque à la valeur du métal. C'est-à-dire, si j'ai 10 dinars à Charadamel ou Dahabi, elles sont valorisées par rapport au métal qu'elles comportent. C'est très logique. Bien avant 1945, avant les accords Bretton Woods qui ont été. Quand le hajm de l'amwal ta'ak marbouta bi hajm d'ab, c'est applicable. Donc, il y a on peut l'appliquer, elle a une grande ressemblance au débat islamique. Fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'an, le naqd ma andu hatta qima. Le waraqa hadi, teklifa taha ma andu hatta qima. L'an, le nizam al naqdi tbaddal. Et hada, hna ka ikhtisasi, ka ikhtisadi, nous nashid, jamaat al fiqh islami, ala sas la rourat, i'adat al nazar, on chou kif, ou le docteur ma'ana, le docteur Jalal, Sibou Jalal, عنده تعقيب كثير ان شاء الله ياخذ كلمه باش يعطي ان شاء الله في لازم اعاده النظر حول المواضيع هذول لاعطائها صوره يعني تطبيقيه عاليه. الان بالنسبه للاقتصاد الاسلامي في خصوصيات. الخصوصيات الاولى الخاصيه الاولى المشتركه فيها المشتركين فيها الماليه الاسلاميه الصرف الاسلامي والتكافل هو الغرر الميسر والربا. شفروا من خلاص العمليات هي موجودين فيهم موجود فيهم الغرر والميسر والربا عمليات يجب فيها في الشريعه الاسلاميه متفق عليها في كل المجمعات الاسلاميه وفي كل اجتماعات المجمع الفقهي الاسلامي. من مميزات الاقتصاد الاسلامي لي فالور لي مبادئ. مثلا كي نتكلموا على لا تيزوريزاسيون اللي انترديت با الاسلام لا سبوليسيون اللي انترديت با الاسلام الاحتكار المنافسة كل العمليات هذه موجودة مخصوص فيها في نص في الشريعة الإسلامية في السنة والقرآن. بمعنى الاقتصاد الإسلامي اقتصاد متكامل يخلينا نقول أنه ما دام في اقتصاد إسلامي متكامل في مالية إسلامية بما فيها التكافل. هذه المدخلة الأولى تاعي باش نتكلموا على التأمين. الآن الإشكاليات التطبيقية نتكلم عليها الأستاذ العربي. الإشكال الأول الإشكال التطبيقي في بلدان التأمين التكافلي هو هذا السيستم بيسيفال السيستم دو جيستيون برأسين. لازم شركة تأمين اللي تسير ولازم صندوق مشاركين. الإشكال الكوني إشكال قانوني. هل الصندوق المشاركين لازم يكون عنده صيغة قانونية كشخص معنوي أم لا؟ لازمها قانون. هل العلاقة كيف تكون العلاقة بين صندوق المشتركين وصندوق المساهمين؟ هل تكون علاقة تأسيسية في الاستاتيو ولا علاقة تقنينية في مراسيم تقنية وقوانين؟ الإشكالية كذلك. لهذا نتكلم أنا ديما كل محاضرات نلقيهم في ميدان التكافل نتكلم على إشكالية القانون. ما دام ما فيش القانون مشكل كبير لأنه حينما نقدم منتوج تكافلي ومنتوج تقليدي تقنيا عندهم صفات تقريبا موحده لكن الفرق بيناتهم هي فروق تسييريه هي الحوكمه. كيف تسير شركه التامين التكافلي وشركه الشركه التقليديه بشكل مختلف جذريا. فيه تقنيات من اروع ما يكون والتقنيات هذوما للاساتذه الافاضل والطلبه. شوفوا الموديل ماليزيا. شوفوا ماليزيا تلقوا احسن نموذج في التامين التكافلي والصرف الاسلامي على العموم تلقاها في ماليزيا.
الإشكال الثاني هي تطبيق النماذج. تكلم الأستاذ العربية على ثلاث نماذج، يعني زي ما قال الستاندار جينيريك. النموذج الأول هو النموذج لموديل الوكالة. الوكالة هي الأجر المعلوم الذي يتقاضاه شركة المساهمين باقتطاع بورسنتاج، يعني نسبة معينة من المشاركة على أساس أنه يسير المخاطر. الإشكال هل إشكال قانوني؟ في إشكال قانوني وشنو؟ الوكالة لازم تحدد بصفة قانونية ما هي العمليات التي تسير من طرف الشركة التأمينية، لازم تكون محددة بصفة واضحة. إذا ما لم تكن راح يكون في مشكل. ما هي العمليات اللي أنت مسؤول عنها المسيرتها؟ لأنه راك تقتطع من نسبة التأمين، من 100% من القسط التأميني اللي يدفعه كل شخص، فيه معياريا فيه 72% للخطر و 28% للتسيير. لكن تسيير واش؟ هل أنت تدفع العمولات؟ هل أنت تدفع عمولات جنب الـ كوميسيون دو دابور؟ هل أنت تدفع معيد التأمين؟ هل أنت تعمل احتياطات؟ في أمور تقنية لازم تتحط في هذا الجانب. إشكالية أخرى وإشكالية يعني متواجدة في العالم كله، إشكالية توزيع الفائض. لأنه إشكالية توزيع الفائض إلي أون ريلاسيون ديريكت أفيك لا جيستيون دو ريسك. شركات التأمين مختصة في تسيير المخاطر. إحنا كشركة تأمين ناخذ كل مجموعة هذه الأقساط بتاعكم في معادلة ماتيماتيكية زي الرسم الماتيماتيكي. خذوها هكا سي فاسيل ابروندر دون لازم سيجما مجموع سيجما الناس اللي عملوا الماتيماتيك سيجما دي بريم بروبابل. انا في 1 جانفي 1 جانفي مش عارف عدد المشاركين تاعي، مش عارف الاقساط تاعي، مش عارف هي بروبابل سي دي بروبابيلتي لازم تساوي او اكثر من سيجما دي سينيستر بروبابل. Vous voyez qu'il y a beaucoup de probabilités derrière. Et c'est ce qu'on appelle Tessir Mahar. Et Tessir Mahar, il y a ce qu'on appelle Tessir Shirkat Ami. Ce qu'on appelle les modèles de gestion, c'est la modélisation. Business model. Il y a tous les anglais. Le business model qu'il faut pour gérer la compagnie d'assurance DAC, à la SS, il y a 31 décembre, tu comptes RIBH. Et RIBH, il y a RIBH technique, il y a RIBH. استثمارات مالية وفي ربح نهائي. كيف توزع هذه الأرباح في قواعد وفي مش مجال تعمل يعني في المحاضرة هذه ما نقدروش يعني نتكلموا على كل الإشكالات. في مشكل آخر هي عن المأونات. المأونات وما يترتب عليه بما يسمى بهامش الملاءة. لي مارش بروبابيليتي. لا مارش بروبابيليتي دي كومباني داسيورونس conventionnel est beaucoup moins inférieur à la marge solvabilité du compagnie TKF. حينما تكون حوكمة شركة TKF صحيحة، يعني بأمور تقنية صحيحة، هامش ملاءة تاعها ديما أكبر من هامش ملاءة تاع التقنيات TKF. وأنا قادر يعني إذا كان في أسئلة يعني مستعد للإجابة على هذه. بمعنى قوة شركة TKF أكبر بكثير حينما تسير بشكل جيد بشركة التكافؤ. لكن في سؤال بسيط وأنه احترم الوقت شحال خمس دقائق هو أنه يظهر أنه باش تكون هامش الملاءة قوية عند شركات التأمين أنه الأسعار لابد تكون مرتفعة أكثر من شركات التقليدية. بمعنى إذا ما حبيت أنت تكون في شركة التكافؤ حتى بالنسبة للفيصل الإسلامية تقريبا نفس الموضوع، لأنه في أسس دي سيستم دو ريزيرف ملاءة وحذر احتياط في شركة التأمين. لأنه علاش؟ أنا عندي مسؤولية تسيير صندوق. الصندوق مش تاعي، الأموال مش تاعي. بمعنى لازم نقوم بكل الاحتياطات اللازمة على أساس أنه الصندوق يكون فيه فائض. في حالة حدوث أي خلل راح يكون الديفيسيت خسارة. في هذه الحالة في كل لوائح تسير شركة التكافل فيما يسمى بالقرض الحسن. بمعنى il y a une obligation sur les détenteurs de capital، يعني أصحاب رؤوس الأموال، بدفع
جزء معين من الاموال تاعو لاعاده ترتيب امور الصندوق باش يتسير الاموال هذا من يجيبه. السؤال مطروح، هل انت تخلق شركه تامين تاعك تقول لاصحاب الاموال ايا كابيتال اديسيون هكا حتى واحد يعطيك؟ لهذا لازم يكون عندك نظام مؤونات قوي. لهذا الشركات التكافليه في الثلاث سنوات الاولى تاعها من المفروض تكون في خساره، خسارة طبيعية. لكن بعد الثلاث سنوات الأخرى نقول لك حاجة، ما في أي شركة تنافس شركة تكافل مبنية على هذه الأسس، لأن القوة نتاعها مستمدة من نظام الحوكمة نتاعها. باش ما نكونش يعني كثير معاكم، الآن التجربة الماليزية، علاش التجربة الماليزية قوية؟ التجربة الماليزية قوية بالأسباب الثانية، يعني بور لي كوزيون. أول حاجة تنظيم السوق. يزوم بيان بلاص ان ايكو سيستم، لانه شركات التامين مثلا احنا مهتمين بالبنوك. اذا ما كان البنوك ما تعطينيش اليات استثماريه، دي زوتي دافيستيسمون، دي زوتي دو بلاسمون بقوه، انا كيف نوفر، كيف نضمر العائدات؟ مستحيل. لازم نظام مالي، نظام نقدي، سيستم مونيتير، سيستم مارشي مونيتير قوي، هذا بنوك. لازم البنك المركزي كذلك. احنا مثلا البنك المركزي في الجزائر هو قانون وضعي، قانون تقليدي يسير كل البنوك ويخليك ياخذ على ريبة اوتوماتيك. لازم البنك المركزي يكون عنده راس اخر متجه للماليه الاسلاميه. ونقطه ثانيه، هيئات في ماليزيا، في موجود في الان حتى في البحرين الان في العالم يكون في هيئات معياريه محاسبيه تدقيقيه دو نورماليزاسيون دو جيستيون اكسيتيرا. كل الهيئات هذوما راح تساعد للتطوير الماليه الاسلاميه وتواجدها في بعض خلقها هي راح يؤدي لا محال الى تطوير الماليه الاسلاميه. والنقطه الاخرى هي المنتوجات، لازم كذلك المنتوجات تكون مدروسه تتجه الى حاجيات المجتمع المجتمع على اساس انه لو برودوي دوا ريبوند او بوزوان ريال دو ريسورس. Ça ne sert absolument rien du tout de mettre en place des produits d'assurance islamique qui ne répondent pas aux besoins. Ou si tu as une image, 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 ou si tu as ولا 3 ولا 4% من حجم المعاملات الاقتصاديه في العالم. لا، كل شوز ايغال باغيور. التامين حديث النشاه. والان نعطيك اول وقفه تاريخيه، فيه كثير من الوقفات التاريخيه، الدكاتره عندهم درايه اكثر مني. الوقفه التاريخيه الاولى هي عام 622 ميلادي. اين تم في المدينه المنوره خلق نظام لمعالجه مشاكل القتل الخطا وحمل المسؤوليه، حمل المسؤوليه سي لا ريسبونسابيلتي سيفي، وصافي لا ريسبونسابيلتي سيفي لو سيتاجوني، لا ريسبونسابيلتي سيفي المسؤوليه المدنيه في الولايات المتحده هي اكبر شعبه تامين في الولايات المتحده. اكثر من البترول والنيوكليير اكسيتيرا. المسؤوليه المدنيه سي بوكوا باسكو هي القضاء، العداله الى غير ذلك، وهذا مهم جدا. الوقفه الثانيه 1964. اول انعقاد في المجمع الفقه الاسلامي 1964 اين في دمشق، اين تم تحريم بصراحه التعاملات المبنيه على الضرر والميسر والربا بصراحه، أن التامين التجاري حرام، متفق عليه. 1979 بنك فيصل يخلق اول شركه تكافليه. في نفس السنه بنك دبي الاسلامي يخلق شركه اخرى في التأمين الإسلامي، بمعنى أول شركات التأمين الإسلامي هي راهي هنا 1979 هي قريبة مش سنوات قبل. 1984 دخول قانون التأمين في ماليزيا وخلق أول شركة ماليزية في التأمين التكافلي، مع علم أنه نسبة المسلمين في ماليزيا قريب من 56% مش 99% كمان. 1985 اول شركه تكافل تعمل في السعوديه. يعني في السعوديه هم النظام تاعهم كوبيراتيف. دابا تشاركي
أول شركة يعني فعلية على القوانين هي 1985. الآن في 2017 عدد شركات التكافؤ، هذا نقطة مهمة جدا، عدد شركات التكافؤ في العالم كم؟ مش 1000، مش 15000، 209 شركة تكافؤ بين شركات التكافؤ وشركات إعادة التكافؤ، بمعنى مجموعة صغيرة جدا. آفاق كبيرة لتحديث وتطوير التأمين التكافؤي في العالم.